كاع الناس اللي كيسمعونا في المكان داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. سمعنا الروحي ديال زهير الباهوي. اي دابا جا الوقت فاش نستقبلوا ضيوف ديالنا. اش تقول لكم؟ تبارك الله اليوم هما واحد جوج ديال نقدروا نعتبرهم دي كوميديان دي انفلونسور. علاش؟ راهم كيديروا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي واليوم هما معنا. علاش؟ باش نتكلموا على الكونتوني اللي كيديروا. فاول حاجه معنا سي اسامه حسني ومعنا سي وليد. مرحبا بكم الدراري. يحفظك لي يا خويا ناني. شرف لينا. الله يحفظك. والله صافي بليزير. الله يحفظك. كلشي مزيان. الشرف جيت عندك. الله يحفظك لي. شوف شحال هذه كنا باغي نديروا هذا الباساج هذا وما كتبش، ولكن الحمد لله كلشي بخير. بعدا اسامه ماشي برونزي مزيان؟ كاين شي بحار ولا والو؟ ها قرب غير شويه باش نسمعوك مزيان اخويا اسامه. قلت لك انا ديما البحر عارفنا. تبارك الله عليك. لونطريمون والبحر صيف البحر. صيف البحر والكوره. ما عندي ما تسال بريزيلي. ما عندي ما تسالك اخويا اسامه. مرحبا بك. وضيا غادي نرجعوا غادي نتكلموا حتى الكونتوني كديروا. اذا معنا السي وليد. سويد مرحبا بك. لاباس عليك؟ كلشي مزيان الحمد لله. الله يبارك. امورك هانيه؟ الله يلا بخير. صافي بليزير اخويا تكون معنا. مرحبا بك دارداركم هذه. تبارك الله عليك اخويا وليد. حتى الفيديوهات اللي كديروا فات نتوما نقدر نقولوا بحال اصحاب، ولكن تعرفتوا يعني كي انت واسامه وحتى وقال ايوب. ياك ايوب ايوب الزغريته. فنتوما ثلاثه تجمعتوا بديتوا كديروا الفيديوهات، ولكن جو بونس تا وليد جيتي مورا الدراري. شنو هو السبب اللي خلاك يعني الدراري قالوا لك يلا معنا ولا شنو؟ دابا نشرح لك انا باش فهم. هو كان كيدير داك الشيء ديال الموديل واللعيبات واللبس، فهمتي؟ كان الكونتوني ديالو في اللبس. في اللبس قول لي كمل لي. انا كنت ديت لقب ديال توب موديل ماروك، ومن تما كان الكونتوني ديالي هو انني لابس فوالا. ومن بعد ملي تعرفت على اسامه تبدل الحيط. صافي تقلب كلشي باش كنميلو شويه الكونتوني يعني. صافي قلبتي يعني ملي كتشي عاد ثاني سي با فاسيل انك كتكون كدير موديل، ولكن هادشي اللي خلاك هاد لو شونجمون اللي كان. واش حيت كتشوف انه مثلا الفيديوهات ديال الضحك واش هما كيتشافوا اكثر ولا الناس تيبغيو هادشي؟ لا انا كيفاش غنشرح لك الفكره اللي كان قال لي اسامه. لان ملي كدير فيديوهات ديال الضحك فريمون كدير رحمه الوالدين. هي هذه النقطه المهمه اللي خلاتني بصح نتعمق في هذا فالكونتون. دابا نتوما الفيديوهات اللي كديرهم يعني اليوم كنشوفوا يعني بزاف ديال لي جون تبارك الله اللي هما كيديروا فيديوهات وتا هما يعني كل واحد والكونتون اللي كيدير. ولكن واش كتفكروا انه دابا هادشي اللي كدار اللي في الانترنت راه كلشي كيشوفوا؟ يشوفوا والديكم، يشوفوا عائلاتكم، يشوفوا صحابكم، يشوفوا خوتكم. المساله هذه كتفكروا فيها نتوما؟ راه علاش كيتفرجوا فينا؟ راه علاج علاش كيتفرجوا فينا؟ راه واحد النايت مريح في قهوه، واحد الراجل كبير والدري صاحبي مريح حدايا بحال كنا شاد تليفون، قال لي الراجل كبير قال لي كلمه بحال هكا دور. قال لي كدير فيديوهات راجل كبير، ملي كتشوف هكا راه كتفرح. كتفرح فهمتي؟ كتشوف عائلات كتفرح سي سيغ. دابا وخاصك تكون محترم ضروري يعني. تبارك الله الدراري، تبارك الله الدراري محترمين. ما عندي ما ننساك ضروري الاحترام. هو تفكر عاد تلوح الاحترام هو اهم حاجه. انا كنشوف فيديوهات ديالكم تبارك الله عليكم يعني يعني كونتوني زويون، وحتى الناس اللي متبعينكم جو بونس هما كل مره كيبقاو يتفاعلوا معكم. ولكن باش قادير كل مره فيديو بعد مرات كيشدكم واحد شويه ديال العجز. كتقول فيديو كل نهار في السيمانه نهار كل مره في السيمانه راه سولني. نسولك شنو غادي نسولك؟ سولني على هاد الفيديوهات اللي قلتي لي. راه سولتك دابا قلت سولني ولا سولتك؟ عاود سولك. كنلوح كل نهار. كل نهار كتلوح فيديو. ما كاينش العكز. علاش؟ خاصك تبقى اكتيف فهمتي؟ خاصك تبقى ديما اكتيف مع الناس. حيت بنادم شي كيجي سبونطاني تقدر تكون خارج تبان لك فكره تصورها. دونك دابا ولكن الفكره باش تقلب عليها راه كتاخذ لكم شويه ديال الوقت. لا كطيح سبونطاني. كطيح سبونطاني. وهذاك سبونطاني هما اللي باغيين الناس، ما كيبغوكش تصنع. الناس كيبغيو يشوفوك على حقيقة ديالك. على حقيقتك. حيت ديغنيغمون يعني ولات شي بزاف، يعني ولكن كل واحد واش انه انت تقدر توصل للناس ويعجبوك وتفاعل معاه والناس يتفاعلوا معاك، ولا كتبقى دير فيديوهات غير هكاك وما كتلقاش واحد الفيدباك، دونك ما كيتبارطاجش داك الشيء بزاف، الناس ما كيشوفوش. شنو هو على حسابكم السر؟ ما نكذبش عليك، ما يمكنش تكون انت واحد الحاجه درتيها سبونطاني وما غاتبارطاجيش. راه ما يمكنش، حيت كتخرج داك الشيء اللي عندك. راه ما يمكنش انك ما تضحكش الناس، انت خرج شي واحد الحاجه من القلب. دابا انت راني غتشوف فيديو تفرج فيه، غير بالك هو سبونطاني ولا كاع ما سبونطاني؟ بيان سور غتحس بها. الا كاع ما بالك سبونطاني غتسكيبي. فاش كتشوف سبونطاني راه كتضحك، بزمنك كتضحك. علاش؟ حيت كتشوف داك الشيء طبيعي. وبعد مرات كاين فيك كاين اللي كيصايبوا فيديوهات، دونك اللي كيبقى يمشي ويعاود ويبقى يتصنع واحد شويه، وهذوك الفيديوهات يعني ما كي سبحان الله عمري طحش في هذا الفيديو. والله يكذب عليك. شوف اسامه رجعني شويه حشمان، انا كنعرفه مزيان. اسامه رجعني شويه حشمان انا كنعرفه. اخويا راه كنت داخل بان لي ذاك الكلب حاشاك راه هو اللي خلعني. لا 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 كنقول ناري صافي بقى حشمان بقى حشمان جبتيني. هذاك درايف 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 كلشي مزيان الحمد لله. ولكن الدراري تبارك الله باش عاجبيني
يعني حاجه اللي صراحه عجباني فيكم هي الرياضه. ضروري الرياضه شي حاجه عندكم مهمه جدا. هي الاولى. هي الاولى. تبارك الله عليك. انتوا باقي صغار تبارك الله فلاج وكتحافظوا على الرياضه يعني كترينيو يعني بواحد لا فاسون ريغولير كترينيو ديما تبارك الله. غير كل واحد والستيل ديالو. كل واحد الستيل ديالو في الرياضه. اسامه مشى تبع الكره وتبارك الله راه كان كيلعب دايوغ. اش من فرقه كنتي كتلعب فيها؟ الرجاء ليطوال. لعبتي مع ليطوال؟ خريبكا. لعبتي مع الرحيمي؟ ويلي. لعبتي مع سفيان؟ لعبتي معاه. شنو بوست كنتي كتلعب؟ دومي سونتر اريير غوش بجوج. دومي سونتر اريير غوش. انا وقيلا كان كيلعب معاكم واحد ولد خالي سميتو صلاح الدين. زيد معياش عرفش كنت تلعب معاكم. الله يعمر هضر ديك الدري دريويش ظريف. وكان تيلعب عنده اللمسه. عنده كان تيلعب ولكن مع الاسف ما كملش. هذا هو المشكل. ما سي با علاش شنو كيخلي الدري ما يكملوش انه مثلا حيت باش نقول ليكزومبل ديال سفيان. سفيان انت سفيان الرحيمي تبارك الله يعني خدم على راسه بدا معاكم. خدم على راسه خدم على راسه مزيان. دابا في وقت هذا الكونفيرمو كان بلاد كلشي مريح. وشنو كان كيدير؟ كان كيتريني. وكان تيتريني. كان كيتريني خدام تبارك الله راه وصل. وديك الوقيته دابا مثلا كان كيبان لك مثلا سفيان لعاب عنده في رجليه كيبان شي واحد متميز عنده شي حاجه. لا ديك الساعه ما كانش كيبان والو كان باقي عادي. ياك. دابا الترانسفورماسيون جاتو خدم على راسه بحال رونالدو. رونالدو خدم على راسه واش وصل. ولكن ميسي موهبه. دابا شوف باش نعطيو شويه ديال سكوبات والحصريات. دابا تما كنتو كترينيو عندكم ماتش زيد كان كيدخل تيتولار. هو لا ما كانش كيلعب تيتولار. فهمتي كيخرج الدوزيام ميطا باش ما يبانش راه زعما راه الرحيمي هذه. فهمتي كيفاش باش ما يفكروش الدراري يقول راه الرحيمي صافي راه كيلعبوا شي شويه. يعني كيدخل حتى الدوزيام ميطا هكا. دونك في الاول كان لعاب عادي نورمال عادي. من بعد يعني بدا كيديفلوبا شويه بشويه بدا كيطور. ولكن دراري اخرين مثلا شكون اللي كيلعب معاكم كان كيلعب معاكم في ديك الوقيته وتا هو يعني مشى مزيان زعما كيلعب في البطوله في المغرب. بحال دابا حيت كنعرف ليطوال يعني تحيه كبيره الناس ديال ليطوال اللي كانوا كيسمعوا دابا حيت هو فريق كبير. وفريق اللي الفرق اخرين كيمشيو تيقلبوا على اللعابه من ليطوال وكيشتريهم. دونك شنو اللعابه اللي كانوا معاك مثلا انت كانوا كانوا معروفين مشهورين؟ كان واحد الدري سميتو شعيب هو اللي هزوه من ليطوال مشى لعب في الوداد. لعب في الوداد شويه خدا شو وجده. راه كيلعب ايلي هو سميتو شوعي. باقي يلعب حتى الان. باقي في وجده دابا راه طاحوا الدوزيام سير. بيان سور دونك كنتمناو دوماج بوغ مولوديه ديال وجده. نتمنوا ان شاء الله انهم العام الجاي يرجعوا اكثر. وانت علاش ما حبستي انت علاش ما كملتيش؟ كان عندك دير في راسك في الكوره ولا ما كنتش دير فيها راسك؟ كدير فيها راسي ديال بصح. كتشوف راك عارف دابا انا كان دابا انت عندك في رجلك. شو نسولو الوليد نسولو الوليد باش ما نقولش تكدوي على راسك. سولو كي داير النيفو ديالو بلا صاحبك بلا والو. والله حتى شافني ماشي على قضيه صاحبي ولا شي حاجه. كنكونوا غير غاديين ضاربين دوره ولا شي حاجه. كيشوف شي دري صغير كيلعب كوره. انفو كتجي كوره في رجله بلا هضره نيفو طالع تبارك الله عنده في رجله ياك بزاف. ولكن السبب علاش حبس تبقى سبب حيت دابا هذا ميساج جو بونس انه يعني من خلال التجربه ديالك مزيان بارطاجوها اخويا اسامه. ومزيان انه الدراري مثلا اللي اليوم كيحلموا وكيحلموا انهم يكونوا لعابه كبار في الكوره كنشوفوا يعني بدري باقينا صغار وستار مونديال بحال دابا مثلا كتشوف لامين يامال باقي صغير تبارك الله. واش الكوره واش خاصك تعطيها لوقتك الكامل؟ حيت اول حاجه بيان سور هي القرايه. القرايه مهمه. دونك واش الكوره كيفاش خاصك تتعامل معها سيرتو الا كنت انت مازال صغير بحكم التجربه ديالك انت مثلا؟ كيفاش خاصك تتعامل؟ كيفاش خاصك تتعامل معاه؟ واش خاصك مثلا انك كتكون ديسيبلين مزيان؟ ضروري شنو كتخدم على التكنيك؟ شنو خاص مثلا انت الدراري اللي كيسمعوا هما يستافدوا شويه؟ دابا انت خاصك ضروري تزيد من عندك باش توصل. ما يمكنش لك تبقى مقابل غير لونطريما ديال ديك الفرقه. فهمتي كيفاش؟ يعني تريني مع الفرقه وتزيد من عندك باش توصل. وفاش ما حدك كتكبر خاصك تشد طريق واحده. فهمتي؟ يا كوره يا قرايه، يا تبع قرايتك يا تكمل في كوره باش توصل. ودابا انت نادم شويه حيت ما زعما ما كملتيش في كوره؟ راه دابا باقي الحال ونكمل حيت باقي صغير. باقي صغير اسامه. باقي صغير 24 دابا. 24 عام. 24 عام صاحبي راه باقي صغير. باقي صغير بزاف. شهر واحد نكمل 25. ودوك دابا كتحس براسك انك بدنيا قادر؟ جاتني الديبريسيون ديال بصح انا ياك. والله ديبريسيون اللي صعيبه كتلقى. نقول لك واحد الحاجه كنت شفتها راه خلعتني في فيسير. كانوا واحد النهار ياش مريحين في فيسير بحال هكا انت كتشوف واحد الدري جبد واحد التويشيه من صباط دايرينها ليه باش ما يدخلش ذاك الماتش يلعب باش يدخل واحد اخر. تخيلها
انا ملي شفت هذا السيناريو صافي درني خاطر. كتقول زعما كيفاش واحد يلعب كره جيتيني باش نقول لك باش نكون كوريكت معاك وراه الشيء اللي شفتو قلت لك والله وشفت بزاف فهمتي وكتلقى الديكالاج حتى هادشي هادشي كيوقع زعما في عالم ديال كرة القدم يعني ابار هادشي اللي بيان سيغ ما خصوش يكون حيت انت جاي كتلعب كرة انت جاي عندك واحد الحلم كتقاتل عليه باغي تلعب كرة وباغي يعني توصل في توصل في الحلم ديالك ما ضروري انك كتلاقى يعني واحد يعني كيكونوا كما كتسموه مثلا هادوك اللي كما بعضياتهم وهادوك بوحدهم ما دام كيبغيوش يلعب حتى ملي كتدخل ما عمرها وقعت لك انهم دراري ما كيبغيوش يفرقوا معاك ضروري تلقى هادشي راه فيما مشيتي كاين هادشي كيفاش انت كنتي كتعامل اسامة الدراري اللي سولتهم عليه كيقول لك داك الدري ترونكيل ما عديش مع هادشي اون فوا كنشوف بحال هاد البلاناش كنديكالا كنبقى بعيد بون غنوجه واحد الرساله دونك اسامه لاعب تيقول هو بلي عنده في رجليه تيقول عنده في رجليه بشهاده اللي كوار ما كيدويش على راسه فوالا دونك وبشهاده الاصدقاء ديالو تيقول عنده رجليه انا تانا يعني بيرسونالمون متاكد بلي هو عنده في رجليه شوفوه جربوه الا صدق هو هذاك ما صدقش راه ماشي مشكل غير هو اخويا اسامه الا مشيتي حتى تشهرتي اخويا اسامه وحنا دابا الا مشيتي حتى سنتي في شي فرقه بلا ما نهضر لك معاك لا والو تقول انا هو المانجر ديالك انت راه خويا ياك اباراتشي انت اذا هي رساله عاجله جدا لاي نادي كيمارس يعني خاصو شوبوس ديالك وضروري شوبوس ديالك فين ما حطيتيني نلعب نحبس يقدر يحبس نقدر نحبس يقدر يكون طبيب يقدر يكون بريبارتور فيزيك اي حاجه دونك هذه رساله السي وليد باغي يلعب كره بغى يلعب كره القدم سي اسامه عرفها بعدا قالك ماشي انا اسامه قال لك لا ما عنديش مع كره انا باش شي فواحد السين مختلف شويه وليد انت كنت متبع البوكس لا بوكس دابا حتى كره ما عندكش معها سبحان الله العظيم ما تقريك تلقاش دري ما عندوش مع البوكس ما عندش مع كره ما كيجونغلي حتى جوج ياك والو ويلي ولكن تبارك الله لا كونديسيون فيزيك غير هو ما درش فيها راسه ولكن عنده جوج ليمنيات في رجليه ودابا شوف دابا تبقى تشد لينا بالدري راه تبارك الله راه كيدير بوكس اتونسيون راه كيدير بوكس حيت دابا علاش دابا سبحان الله الكره يا اما غتبغيها يا اما ما غاديش يا اما غدير فيها راسك وتبغيها يا اما ما تبغيهاش وتقدر تنساها وتجي عندك الراسه تقول صافي راه ما غاديش نلعب كره اش تعطيك دونك هو غادي نمشي مع هاني مازال مكملين مع اسامه ومع وليد مرحبا بكم الدراري اونكور فوا مرحبا بكم كلشي مزيان امور هو هذاك تكلمنا على كنتكلم على الرياضه وشنو كان كيدير اسامه دابا غادي نمشيو عند وليد حيت قلتي لنا قبيله ما عندكش مع كره الكره نتايا ما قلتي قبيله ما كيعرفش جونغلي جوج عدو جلي منيات وانا راه واحد ما كندير انا راه ما كنديرش لا ما تقولهاش الحمد لله بعدا لا انا واحد اصلا لا راني لا واش شي دابا عرفتي ما كنعرفش دابا وكان شي كره ندير شي تشالنج دابا عطيناك ماكسيموم شحال تقدر تجونغل راه كنت مريح جونغلي ميتين وانا مريح جالس حالك كتعطيني بالون جونغلي معاك بجونغلي ميتين ولا وقفت شحال 400 فوت عليك تقدر دير 400 جبد ميم وانت اخويا جبد ميم كدير داكشي ديال انستغرام وكتغتاني اش تيقولوا الناس كيدير فيديوهات دير فلوس ودابا نولي ندير لك شي برانك لا شوف ديك الفيديوهات ديالك الله يرحم لك الوالدين خليهم عندك انا اخويا انا جاي للراديو دابا انا جاي محترم انا جاي محترم وسمك ما تخص بقى محترم بغيتي محترم وما تجبدنيش لا خليني لا جبتك راه ولا بشي حاجه اللهم اخويا شوف نذكركم الدراري نتوما في الراديو حاولوا تفكروا هاد القضيه هادي الناس كيسمعونا دابا لا مزيان لا نضحك معاك مي شوف 200 بنت لي ما عرفتش ما جاتني ما تيقتهاش ماشي ما تيقتهاش تعيا نحلف بالله شنديرها لا بلا ما تحلف بالله شوف لا اله الا الله ولكن ما عرفتش واش ما عرفتش تقدر ديرها التيبيه ديالك كتعيا ولونطري ما صاحبي بنادم راه متريني راه خادم على راسه اسمح لي واحد دقيقه الله يحفظك مرحبا هذه رساله قال عندي عاوتاني راه كيدير 200 هو مريح سولوني واش ناني بغاني ندور معاه راه كيدير 200 اما مش هتوقف يدير لك 400 يعني مثلا تكون رابحين بجل واحد يقدر يمشي يجي الكورنير يبقى يجونغلي ويضيع الوقت عندك مع هاد اللعيبات انت كنموت على التحرميات ياك ديال الكره الكره فيها التحرميات راه باينه خاصك تكون فيك القوالب شويه راه باينه بغيتي تكون زعما سيريو خاص ضروري التحرميات باش ضروري باش تربح الفرقه ديالك انت فهمت وباش تاخذ بريم في الاخر لا راني الحمد لله راك كتفهم راك عارف لا بغيت الله عليا دابا رجع عندك وليد شوف نتسنى انا جاي عندك حيت مازال كاين بزاف ما يتقال في الكره وليد انت قلتي كدير البوكس كيفاش في الاول الحاجه اللي حباتك في البوكس بصراحه لابوكس الوليد كان وليد كيدير البوكس لا الوليد هو اللي بغاني ندخل لعب لابوكس ولكن علاش شافك شي حاجه مثلا
لا دابا كيفاش البلان؟ انايا كنت فاش كنت صغير كنت غلايط كنت غلايط وبغيت نضعف شويه وداك الشيء، قال لي غادخل لابوكس. صافي دخلت الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث ما كنتش مرتاح لديك الرياضه في الاول، ما كانش مرتاح، ما كانش عجبك البوكس في الاول، ما كانش عاجباني والو. كنشوف حيت دخلت واحد لاصه فيه الدراري طياره تبارك الله كلشي عنده رابيد في يدي. تقريبا انا اين عام دخلتي؟ ما كانش عندي تقريبا نقول لك ما بين 12 عام 11 عام، باقي صغير. ديك الساعه كتدخل ما كتفهم والو، ما عارف حتى شي حاجه، ما فهم والو، ما عارف والو. وكتشوف دراري صغار منك وكيطيروا، كيفاش غنلعب مع هادو؟ مايمكنش. كيفاش غندير؟ مايمكنش، صعيبه. ساختي فاش حطني هذاك الكوتش حطني في واحد سبارينغ باقي صغير مع واحد الدري كيقولوا لي المكسيكي، لعبت معاه وهذاك الدري تبارك الله راه موت كيتريني. كان صغير مني بعام تقريبا، وقد اسامه الدري، وهو كان متفق معاه لانه يهرس لي نيفي. كان متفقين؟ متفقين. انتوما داروا لكم بزاف ديال المشاكل في حياتكم الدراري. لا مزيانه لي انني يتهرس لي نيفي في ديك الوقيته وانا باقي صغير، باش حتى الا جاتني شي ضربه للوجه ما نحش بها. حش في لابوكس ضروري يكون مهرس الكنيف. دابا قال لي بوكس مهرس النيف ديالو. كاملين. لا ما سمعتش. ويلا انا معروفه صح. معروفه. لا معروف انهم كي كياخذوا كيكون عندهم واحد القابليه، زعما كان واحد القابليه انهم كيتحملوا ديك الضربات، ولكن مهرس النيف زعما صراحه ما عرفتش. دابا نشرح لك، الا ما كانش مهرس الكنيفك وجاتك شي ضربه للوجه تقدر طيح كاو. ولا ما كاش مهر ولا ما ولا كنتي مهرس مني فوق واخا تضرب ما كاش حس بوالو، ديجا نيفك مهرس. هذاك القرويش اللي كيكون شاد ولي كيكون ما كاينش مهرس حيت ما كيتجبرش. داكور. لو دوك الساعه هذيك شنو وقع فاش دخلتي ذاك الكومبا؟ بغاو يهرسوا لي نيفي، اتفقوا عليا. كنشوف انا الدري كيطير ولا كيعطيني فشي ضربات، هذا راه بغا يدار معايا ديال بصح، راه ما بغيتش نلعب معاه. خذو خرجت من الاطار ديال المنافسه وديال كيتيري باغي يعطي. انا تخلعت، انا تزعزعت من تم حبستي من تم حبست 3 شهر. دخلت ميسكولاس، قلت ندخل ميسكولاس. دخلت ميسكولاس صغير. شيء صغير، قلت حيت كنعتمد على التمارين ديال الكارديو ما كنت كنفهم في والو. كنخدم مع الكوتش وداك الشيء، ما طيحش والو، ما طيح حتى شي حاجه، بقيت في الوزن هو هذاك صافي. عاود خرجت. ولكن ديك الساعه يعني خدمتي على لاطاي ديالك قديتها؟ ضروري ضروري. ومن بعد ملي دازت شي وقيتات كنت خرجت الطريق. من ديك الوقيته خرجت الطريق ديال كانت واحد التجربه صعيبه بزاف. كانت واحد التجربه صعيبه ودايوغ يعني تبارك الله عليك، لانه اليوم كان واحد لو شونجمون. دونك واحد الوقيته كانت الحياه ديالك ما مزياناش، ولكن الحمد لله اليوم يعني اترافيغ الكونتوني اللي كدير هذا سي ميساج لكاع الناس، انهم واحد الوقيته اللي حسب راسهم غاديين في واحد الطريق ما مزياناش يحاولوا يفكروا انه راه كلشي ممكن. لا بروف يعني تبارك الله اليوم يعني وليد يعني الترانسفورماسيون اللي دار سي اكسترودينير. الترانسفورماسيون زوينه، مثال دابا كيدير فيديوهات نقيين، فيديوهات زوينين. حتى العائله ديالك اليوم مفتخرين بك وليد. فرحانين بزاف لحقاش هنيتهم. واي كانوا مبرصين معايا بزاف في الماكسيموم، بزاف التبريات الجرجير راك عارف صعيب. ديما تابعيني المشاكل بزاف ديال الحوايج، والحمد لله دابا راه ملي كتدخل وكتشوف الوالده ديالك فرحانه قسما بالله الدمعه كتشدك في عينك، اقسم لك بالله على العلي العظيم. كتقول شوف ولدي كيفاش كان وكيفاش ولا، راه ما يمكنش. اكيد بيان سور. وحتى يعني مثلا كتشوف فيديوهات ديالها وكتفرح وكيعجب الحال وكتبارطاجيها، دونك اهم حاجه دونك ديما يعني الميساج لي جون يفكروا غير والديكم، انه اهم حاجه في الحياه راه هما الوالدين. يعني اي حاجه درتيها عرف بان والديك يا اما ديك حاجه زوينه راه غادي يفرحوا لك، درتي حاجه خايبه راه غادي تبقى غير حاش. ما اول سيبور لك بيان سور بيان سور بيان سور اصاحبي. يعني شكون غادي يبغي، شكون هو في الانسان في الحياه اللي غادي يبغي لك الخير من غير والديك؟ والديك راه صحابك بعض المرات وكتلقاهم انهم يعني صحابك يضحكوا لك وانتم جو بونس يعني دازتوا التجربه هذه، ولكن ما كتلقى عندك شي مصفيش ما هو باك ولا امك، فهم راه غيبغيو لك الخير تكون احسن منك. غيبغيوك اصلا قابل عليك كيف ما انت. وواحد الحاجه اخرى حتى البليه لا لقى بنادم كيفاش يتفاداها، حيت هي هذا هو السبب اللي كيخلي بنادم فريمون يطيح في ديبريسيون ويخلي بنادم يتدمر في حياته. حتى وجهك ملي كتحيدها وكتريني وجهك يتنور. حتى الا لاحظتي كيفاش كنت وكيفاش وليت وجهي كيفاش كان، راه حالته
اليوم كتحس بواحد الفرق. اسف غير اسف غير اسف غير سيرجو انت عندك تهدف واحد الطريق زوينه ديال 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 الموديل سي با فاسي يعني ضروري خص واحد دائما يكون تهلا في راسو ويكون كيعرف لي فهمتي الديرنيير طوندونس اللي كاينين مي لو بلوز امبورطون الحمد لله سي كو دابا انت تبارك الله عليك يعني غادي مزيان. تفضل اسف حتى الطريقه راني تبدلت لي ديال الهضره والله وعلاش باسكو يعني كتلاقى مع دري زوينين بحالك نتايا في حدري اخرين يعني عندكم واحد الهدف واحد لو بوت ولا واحد الهدف مشترك انكم يعني ديروا واحد الكونتينيو لي واحد الكونتينيو زوين دونك هذيك فريكونطاسيون ديال مثلا دري صحابك اللي كانوا قبل ماشي هما اللي معاك دابا دونك لونتوغار تو كيلعب دور لونتوغار كيلعب دور كبير. يلا مرحبا بكم من جديد دائما على اش دي اف ام فاني مانالي ودائما مكملين مع اسامه واذا سي وليد مرحبا بكم الدراري الله يحفظك صافي فريمون بليزير. شحال مره تقالش هاد اللايفه شناهي مرحبا بك مرحبا بك باش مرحبش بك مرحبا الله يحفظك لي مرحبا بك مرحبا بيا مرحبا بك دابا انت شنو دابا شوف دابا انت اش بغيت اش بغيت دير دابا قول لي بغيتي تشد فيا ماشي مشكل مرحبا باشيني باش نضحكوا اللي بغيتي اخويا اسامه نديرو واللي بغيتي لا اللي بغيتي انت انت كبير برك عليك ها خذ راحتك لا خذ راحتي دابا انا بغيت مشكل دابا خذ راحتي نقدروا نوصلوا لك شي حوايج ما خصناش ندير دونك جيكو الله ما خلينا غير صافي سير خلينا غير غادينا غير بشويه قال لك كي جون قال 400 الى وقف 400 تقدر دير حتى 1000 والله شنديرها بالحلوف يا الله وجد لي قلت لك ميمي شحال بغيتي شحال تعطيني كيفاش تعطيني كيفاش تعطيني يا زعبي حسبتي يقول عطي الله كيفاش تعطيني شحال بغيتي لا ولكن انت ضروري ديرها مقابل ورا غنتعب دير الناس ورا غنتعب دوك تعتبر خدمه ورا غنتعب 1000 اصاحبي 1000 راه دلوعي غيضروني واخا الا درت درهم الوحده مزيانه ليا مزيان درهم الوحده ولكن ما طيحهاش والله ما نطيح ورا فلوس ياك وخدمة مزيانة هادي تخيل معايا واحد يجي تخيل مزيانة مخيرة كاع ولكن شوف راه الكرة تيفيها فيها وفيها يعني خص تكون شي كرة مزيانة ما كاينش مشكل اي حاجة مدورة جونغليبها تصورتها دابا شوف والله الا عندك الزهر عرفتي علاش حيت نسيت الكرة في الدار ما قبيلة مرة أخرى نديرو لك التحدي نديروه والله شنديروه صافي مرة أخرى نديروه التحدي صافي بلان نجيبو تنيسة صغيرة تقدر جونغليبها اييه ولكن ما نضربش 1000 لا تنيسة درنا 20 ويلي سهلة ياك والله شي سهلة دراري عاد تشرب معنا نيمار شي نيمار كون كان هنايا ما غاديرش بالتواضع اللي كيدوي فيه ولكن كدوي حيت تيق في راسك تيق غير كلشي كون ماكش عارف راسي غنديرها ما نقولهاش ياك نبقى ساكت داكشي ديال الفريستايل ديال هكا شي حاجة هكا زعما دور ديك في السماء شي حاجة زوين هكا عجبتك شي حاجة هكا شنو هكا نقول فريستايل كروة هكا فغي فهمتي فهمت والو بلاتي ما نقولوش فريستايل نقولوا هكا فهمتي الله يخرج الحلقه على خير اسامه بدا كيتلاقى الاخوان وهادشي ما كيفرحنيش انايا هادشي ما كيشجعنيش ترجع عندك السي وليد تبارك الله السي وليد السي وليد بعقله السي وليد متبت ومرزن الوغ فاش كنتي كدير اخويا وليد كنتي يعني كنتي اون طونك موديل وكنتي كتشارك وقلت لي انك ربحتي كومبيتيسيون يعني مثلا شاركت في كومبيتيسيون وديت لقب طوب موديل ماروك في 2022 كيفاش المسابقه كيفاش كانت واش مثلا نعزلوا بزاف ديال الدراري كانوا بزاف ديال الدراري شاركوا في كومبيتيسيون وكل واحد على حساب لا مارش على حساب الكاريزما على حساب الهضره بزاف ديال الحوايج والحمد لله دابا باش تدوق مونتي خصك تكون بوغوس ياك اسامه اش بالك بوغوس بوغوس تبارك الله شي صاحبي واعر صاحبي هو خصك تقول لراسك راه قايل الراس قايل الراس انا وياك ما نشاركوش انا وياك ما غاديش نشاركو اخويا اسامه شوف راه كل واحد الموهبه اللي عطاه الله كل واحد دابا انت عطاك الله عندك موهبه ديال جونغلاج والضحك ضروري تا دابا اش ما تفكرتيش دير مثلا انا عارف كيعجبك الكونتوني ديال الكره يعني نجمع ما بين كره وفيديوهات كاينين مثلا واحد الكونتوني اللي كيكون يعني في انستغرام كتلقى مثلا تيخرج واحد كيدير دي تشالنج مع الناس يعني هاد الكونتوني اش ما كيتمشاش المغرب بزاف نديرو ولا شنديرو لا ما فكرتي فين انت لا ياك اش قلت لي دابا بهاد الفكره هادي فكره زوينه اذا عقلو مزيان انه هاد الفكره هادي ديالي ديال ناني صافي فيما نلوح داك الفيديو ندير راناني اللي صدق ميساج ونقول لك شحال دخلتي ونديرها في الفيديو ونقول لهم راه ناني اللي قال لي ياك الله يحفظك ليا مزيانه لك لا مزيانه نخرجوا انا وياك نديروا فيديوهات مرحبا وشرف ليا قلت انا الشرف لي والله صافي بليز والله حتى عزيز عليا ناني ياك اقسم لك بالله عقلتي واحد ما يجيش عندك لك شكون هاد ناني عقلتي جاي عندي برنامج ما عرفتش كيسول يلا كيكتشف يلا تيقول شكون ناني
الوغ مي اسامه تبارك الله عليك حيت انت يعني عندك يعني انسان يعني سبونطاني بزاف والناس تبغيو هاد لا سبونطانيتي تبغيو واحد انه يكون على الطبيعه ديالو يعني ما يبقاش يتصنع بسبب هادشي وصلت هناك بسبب انت في الدار بحال هكا مع والديك مع خوتك كتعامل عادي بحال هكا ديما الضحك ديما عمرك ما تقلقتيش نهار لا تقلقت كنخرج كندير قهيوه لا ماشي مع مالي الدار زعما مع اصدقاء ديالك ولا شي حاجه لا كتبقى ديما تضحك ديما كصحابك كيتسناو منك انك انت تضحك ولكن شي نهار كنكون فيها سيريو ما كيتيقونيش كيصحابوك ضحك هذا هو المشكل الهلاوي يوريك لا خرجتي معاه الهلاوي يوريك لا لا ما الهلاوي البارح ما نبغيش ما بغيش بالي كيدير صداع بزاف لا يعني غادي ماشي صداع لا زعما كيبرزط بالضحك بزاف كيبرزط بالضحك ماشي صداع ديك الغيب نعرفو يعني تبارك الله وسما داخل سوق راسك ولكن شحال من واحد خرجش من ديبريسيون وانت ما خرجتيش من ديبريسيون خرجت منه وراكم ما خرجتش منه ما دقايق ما كندير لي فيديوهات لا والو حيت قلتي لك قبيله داك بسبب ديبريسيون داكشي طلقته في فيديوهات فهمتي وبغيت نعاون الناس وعاونتهم ونوك دابا ميساجات عندي اناني شحال من واحد كيقول لي كنشوفك كنفرح كنشط بسببك خرجت من بزاف ديال الحوايج حيت انا كنشوف فيك واحد القضيه ان الطريقه اللي كتدير بها فيديوهات يعني ماشي كتمثل مي كتقن بعض مثلا بعض الاصوات كدير بواحد الطريقه اللي كتضحك يعني كتكون بحال كتقمص واحد الشخصيه اخرى وبغيت نسولك سولني وقول لي واش بصح ولا لا قول سولني كيقولوا لك غريماس ديالك كيضحك بيان سور لي غريماس ديالك كيضحكوا حلف بالله وجهك انت كيضحك مضحك ومحشوماش واش دابا سولتيني كذب عليك لا الله يحفظك الله يشفع لا لا وجهك ماشي كيضحك مي انت اللي درتي دور ديال الضحك كيجي معاك قالوا لي والله يش قالوا لي صافي دابا انت ما غاديش معاك لا في سيريو ما يجيش ما تنجمش ما تنجمش سيريو انا كنشوف والد اكثر والد كيبان لي اكثر في المعقول يعني مثلا الا كان شي دور معقول يعني شي واحد معقول يجي مع والد حيت سيرتو انا شفت التصاور ديال الوالد في انستغرام كتبان ديما مخنزر علاش زعما نقول كاريزما يلا حيت لي مفهوم زعما الهيبه فهمتي العرندس القبقان علاش كيبان التصاور ما كضحكش بزاف التصاور الوالد دابا نقول لك فالشوتينغ ملي كتبغي تصور خاصك تبين هاد اللعيبات هذاك الشيء كما تقول تكساس ماسيمو المهم اسامه فكر قبل ما تقول شي حاجه فكر لا لا مش خايف لا لا انا قلت لك والله مش لا لا نخاف شوف الفيساج الفيساج مقادي انا نخاف اخويا اسامه معاك انت والله حتى كرستهم لي كرست لي الفيساج صافي الوغ قلت لنا خاصك تبين هادو ضروري دابا هادو معيار جمال عند الرجل معيار جمال عند الرجل ومهم طوك يبانو بواحد ستيل في شوتينغ على حساب اللبس اللي لابس انت الا كنتي لابس كلاس باغي ضروري خاصهم يكون الله يعفراسك عندك الصح عندك الحق واحد الدري صاحبي ما كيتصور بحالك ما عرفتش علاش هو جو عادي وكيدير بحالك باش يبين هاد العظام مش باش هكا على زعما الانسان خاص يكون زعما كيف ما كان هادشي هادو جو بونس انهم يعني ما كتزاد بهم ولا ما كتزادش بهم داكشي اللي كاين ولكن تقدر تخدم عليهم كاين تمارين كاينين تقدر تخدم خاصك بحال دابا دير بحالك تاكل بزاف لا كاين واحد اللعيبه كتبقى تعضفا هي كتقاد لك ولكن الا ما كانوش عندك باينين نيت راه ايبان وجه غير ضعيف اسمح لي ما عرفتش انا كل واحد وكيفاش كيشوف هادشي هاد القضيه هادي حيت دابا انا شفت واحد النهار واحد التمارين ديال انه كيفاش لا ماشوار ديالك كتكبر يعني كتقدر سنك بحال هكا كدير قصنا كتعطي السنك ما شو بونس اخويا تخسيخ على والو ربي خالقك بحال هكا بقى بحال هكا الحمد لله دونك كل واحد ولكن جو بونس نو في لي موديل كيبغيو مثلا خصهم الشكل ديال الوجه ماشي ديالي هادشي والتفاحه ماشي ديالنا بجوج ازيد ماشي ديالنا بجوج ماشي ديالنا الوغ نستافدو مع السي والد كمل لي دونك خص مثلا هاد العضله ديال الوجه يبانو دونك يضحك شي ما غيبانوش هاد جوج عضوم ماشي اللي كاين في الصدر فوق الصدر هذاك الشيء علاش ما كدرينيش الشوفال بزاف دابا كترين الشوفال كيدرقوا شوف حنايا شوف حنايا كاينين شي الدراري ما عنديش اللعيبات كنضرب الشوفال بزاف انا كترين الشوفال دابا حتى في لونترينمون ديالك كداك الشيء بروغرام سبيسيال نخدم اكزيرسيس اللي غادي يخليو ديما اللي يبانو ولكن شي وحده اخرى ما نقدرش نخدم لي زابدومينو ضروري دابا زابدومينو طراسي عندك تراسي ودراري ناني اخويا عندك ابدوه وحده ما كاينش ياك ابدوه لا شوف دابا غير في الصيف الصيف لا في الشتا كنولي عاوتاني شكل اخر عاوتاني سبحان الله انت شنو تقول عندك لي زابدو ما نقولش ما تقولش ما عنديش ما دويش
لا شوف انا كيبان لي انه القضيه ديال كرشنا صراحه يعني حاولت مع تعيش صعيب صعيب صعيبه يعني شوف قضيت الماكله قضيت الناس ترينيت مزيان ترين جميع انواع ديال سميتو الحاجه الوحيده اللي طيحت هي الفلوس ما طيحت والو كاع لي صار مشيت ليهم مابقاش ابضو وحده واك لي كوتش لي كوتش سبيسيال يعني كوتش شوف غنديرو كذا كذا ما كاين حتى شي فرق والو ما كاين حتى شي نتيجه اه ولكن عادي دابا صافي ولكن ناني بنتي اللي ما كتعطيش راسك لاسته كيف زعما في لونطريمون آه. لا, لا لا والله والله لا 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 اسمح لي اش اخويا نتعذب انا في لاصاره نبقى نمشي اخويا خليك في ابدو وحده لا وكيسمح لي تريني اه ولكن تري حسب الجهد ديالي الا بغيتيهم يخرجوا لي زابدو خاصك تماره دابا انا ما عنديش مشكل بالعكس دابا طوندونس اخرى صافي دابا كاين بزاف تبارك الله لي جون كلشي عندهم لي زابدو خاصك تكون مختلف اوكي على حساب راسك انت لا انا بخير انا والله الا بخير عاجبك راسك الحمد لله والله الا بخير فهمني مقنعك راسك بحال هكاك صافي اه لا شوف انا ما عنديش مشكل السيستم قادو كامل يعني بخير تبقى مشي اصاحبي وكتسخسخ اصاحبي بزاف سيريا كضرب فيها 30 كضرب في 30 في سيريا صاحبي وكضرب اخذ لينا ساكتين داك الموضوع ديالك خاصك تمحن خاصك تمحن لا لا اكل ونعس صافي دابا انت خفيف ولا شنو دابا انت خفيف تقيل اه ما بديتش لي تقيل والله حتى تقيل لا ما بديتش لي تقيل لا كضر معاك واش ترابيد لا لا في سرعه سرعه فيتاس كوره مارش اه خفيف كنجري بواحد كيفاش كتجري بواحد كيفاش كتجري بواحد تقيل اه تقيل ياك لا لا كضر معاك بصح دابا واش خاص بغيت شي الفيتاس لا واش دابا انت مثلا الا كنتي فشي كونتر اتاك واش غتمشي بالزربه غنقولك اش كندير كنطاكلي كنت شنو كدير طاكل اه فهمتي الطاكل طاكل زيد كنزلق اه هذه اللعيبه اللي فيه كنجري وكنزلق وكنزلق لا بحال مثلا الكره كانت عندك يعني الهجمه مبنيه عليك انت لا ما ماشي اتاكو انا تقدر قلتي لي باك بينها في لي بوست وراه قلنا زعما اه قلنا قلتي في لي بوست لا قلنا شنو اصعب بوست كيجيك انت دابا كلاعب ديال الكره اصعب بوست في الكره هو العشرة ماشي اري درو كيبقى طالع هابط والفيتاس اه لي زارير اه صراحه صعيب دونك عاد لي زاري جو بونس انهم كيعتمدوا بزاف على الكونديسيون فيزيكال بصح ضروري ضروري خاصك تطلع تهبط خاصك تطلع تهبط خاصك يكون عندك السوف لحد شويه 10 صعيب 10 شنو الدور ديال هو القلب دونك هو اللي تيبني الهجمه هو اللي كيرجع هو اللي خاصو هو ينفسك شنو احسن 10 كيجيك في العالم دابا نير على سؤال شحال صعيب حيت كاين جو بونس ما كاينش بزاف كان ميسي ولكن ميسي دابا صافي هو النمبر 1 صافي ولكن دابا صافي زعما كبر دابا اللي جايين مبابي لا مبابي ما كيلعبش 10 انا اللي كيعجبني نكذبش عليك بيلينغهام صاحبي كيعجبك بيلينغهام واعر فاش كونديسيون فيزيك ديالو ولا فلاب ديالو كلشي ما تفرشيش البارح لا كاين تشابه بينك وبين بيلينغهام كاين تشابه بينك وبين بيلينغهام عجبني بيلينغهام لا لا كاين تشابه بينك وبين بيلينغهام لا 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 ما كتشوفش كيقولوا لك كتشبه الورفلي ورفلي سند الورفلي كاين ولا لا كاين الشباب سبحان الله وسميتو داك ديال اللعاب ديال السعوديه المنتخب ديال السعوديه داك السبعه مارش فرج واقيلا اييه اللي كان في الهلال كي. سلمان فرج كي. برافو عليك ياك برافو لا. عليك سبحان الله سبحان الله كاين شباب سبحان الله كيقولوا لي صافي دابا تجي مثلا شي سعودي يقدر يغلطوا فيك بصح ها ما دخلتش شي تلعبنيش الوغ وليد حتى هو يعني اليوم الفيديوهات اللي كديروا انت في الاول فاش تعرفتي مع الدراري وتلاقيتي معاهم اليوم جو بونس الحمد لله يعني لاباج ديالك دغيا طلعات شحال تقريبا ديال الوقت تقريبا شهرين 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 اللي كنت طلع دغيا ما فهمتش والو ولكن انا كنت طلعت في البيريود الاولى فين درت ديك الترانسفورماسيون الناس بواحد الصوره ما يمكنش بقاو الناس كيتسناوني ندوي لهم على ديك الترانسفورماسيون علاش درتها وبقات غاده مغمضه هكاك حتى تعرفت على الدراري عاوتاني زاد هي شخور عاوتاني عاوتاني ما تبدل الكونتوني والناس ولاو كيتسناو والناس كيديروا حيت كنشوف انا دابا انت واش كتركز بزاف على الفيديو ديال الضحك ولا كتركز باغي تكمل في المجال ديال المودر لا الصراحه لا دابا الضحك الضحك علاش حيت كاين انا علاش والسيد عنده موديل عنده مؤهله انت عندك الجلعيبات ما عندكش واش السيد مسكين تحرمو على واحد خليه مسكين السيد يتصور يضرب تصويرات زوينين خليه يعيش بزاف ديال لي كومونتير بزاف ديال القليبات عيش اي لي كومونتير يعني في القلوب راه مزيان انت تقول الكومونتير كيجيو كذاك لي موتيكون في الضحك ولكن سول واش داكشي سلكو سلكك داكشي ما سلكش شي ياك صراحه كاين الاستغلال في الدومين بزاف ياك انتم الدراري سبحان الله يعني الماضي ديالكم في كل الدومين ديالو زوين خاص الناس يعرفوا فري وكتاخذ منه اكسبيريونس حيت شنو نقول لك الا ما رديتيش بالك غطيح بزاف ديال الاغلاط اللي خايبين
حيت صافي واحد مثلا ليكسبيرونس نقدر نقولوا انك خديتي انت اليوم واليد يعني غير في الشوتينغ كيفاش تصور كيفاش تلوح بوست كيفاش ندوز الفيلي نتمشى كيفاش نجي كيفاش ناسق اللبس ديالي لو بغينا نقارنوا مثلا مع يعني مع انستغرام يعني شنو عندك مثلا في انستغرام ولا في لي بوست اللي كتحط يعني حتى الطريقه اللي كتحط بها جو بونس انه التصويره راه كتعرف لا بوزيسيون اللي غتجي مزيانه تعرف اين وقت تقدر تحط هذيك التصويره في غتجيب تفاعل في ما غتجيب تفاعل القضيه كاين ولا لا ضروري ياك دابا انت مثلا اسامه شنو الاوقات اللي كتحط فيهم لي بوست ديالك انا مولفهم مع التسعود كل نهار كل نهار بزاف دابا كتجيني كل نهار حتى وقال فيديو الاخر شفتو ديالك انا ماشي كل نهار لا والله شفت كاين نهار كاين شي استثناءات كنديكالي بنهار نهار يومين ماكسيم دابا غير باش دير فيديو فيه 10 ديال لا سكوند ولكن سوني راه كنخبي راه ستوك دونك شتي ديجا موجد فوالا كنوجد وكنخليها دير ستوك الخدمه ديالكم الدراري كاملين كديروها بار تليفون تليفون تقريبا ما كاينش بي سي ولا شي حاجه لا والو حيت اغلب دابا ديال الناس اللي كيديروا كرياسيون دو كونتوني كلشي يعني كيستخدموا غير التليفون التليفون كيكون براتيك شويه ولكن عاوتاني خدمتي عاوتاني بمونتاج انت ما كتبغيش تدخل حيت هادشي هذا عاوتاني موضوع اخر انه مثلا فيديو ملي تخدم عليه تقدر دير فيه دوك لي زيفي دير مونتاج دير فيه سونغيزات ولكن الناس كيبغيو داكشي يكون طبيعي طبيعي تليفون مصور فهمتي كيتجي كتحط صافي ما كاين حتى شي حاجه سبونطاني هذا سبونطانيتي كتعاون بزاف بزاف عندها دور كبير عندها دور كبير داكور الوغ اليوم شكون هما الدراري اللي شكون الاصدقاء ديالكم نتوما غير اللي كيبارطاجيو لكم فيديوهات اللي كيشجعوكم شكون الناس مثلا اللي كتحسوا انهم قراب منكم نتوما كتهضر معاهم بحال الصفه يوميه اللي زعما لي انفلونسور لي انفلونسور ولا صحابكم ولا اللي كان كاين محمد محمد كاين واول حاجه راه والدينا طبيعه الحال هذا ما سيبو هذا راه ممكنش فاش كيكونوا مريحين بحال هكا في البيت كيجيو كيضحكوا كيهز التليفون مالك الوليد الفيديو ديالك الفيديو ديالك طلع فهمتي وكاين كيف ما قلت لك محمد كاين انا كاين اسامه اسامه حسني ديك جونغلي ب 1000 ما كاينش نو بحال كنهضر على كنهضر مثلا على زارتيست الفنانه شي واحد كاين سي بورطاني حليوه الملوس عرفتي عرفت الملوس صاحبي ديال بصح سي بورطاني الملوس كان ديجا وقع داز معنا في البرنامج ياك وتحيه لك اخو الملوس من المنبر ملوس ايهاب باش حدا ديجا كنت باغي نحضر ليفينمون ديال حضرت لي ايهاب ولكن مع الاسف كان عندي بعض الالتزامات ماشي فيديوهات شكون شكون واش درتو انت وايوب حتى هو حتى هو سي بورطاني شكون اخر كاينين بزاف كاينين بزاف ديال الدراري ولي سولتكم شنو هما الفيديوهات نتوما ديال لي كوميديان اللي كيعجبوكم تشوفوهم مثلا نبداو مع وليد مغاربه مثلا لي كوميديان الفيديو ديالهم اللي كيضحكوكم كيعجبوكم انهم كيديروا كتشوفوهم انهم كيديروا واحد الكونتوني زوين سواء دي انفلونسور ولا كوميديان ولا كان واحد سعيد ناصري كان تيسطيني سعيد ناصري كان تيعجبك وكان عزيز داداس هادو ما نكذبش عليك كنت تفرج فيهم كنضحك كنضحك عندهم السباس فحال عندهم الاكسبيريونس فوالا فيش داكشي فيهم حسن الفن تا راه حسن الفن كيعجبك بزاف دابا هادو كوميديان يعني معروفين ممثلين ولكن شغل في الديجيتال اللي دابا في الديجيتال حيت كاين دراري بزاف تبارك الله يعني في انستغرام اخويا اسامه ضروري كتشوف شي فيديو زبير شو هو كيعجبك ستوري ديال زبير تا هو راه عارف واش انت راك شي ستوريات تا هو كتعيش معاه الاجواء زبير فحال كيعيشك نهار وشنو كيدير داكشي اللي كاين ماشي بزاف حيت ماشي اي واحد غادي فهمتي يدخل لك الخاطر قليل حيت سي فري دابا لكن نرجعوا للكونتوني اللي كديروا دابا نتوما مثلا الدراري ف كاين واحد الكونتوني كدير مثلا سوغ فيسبوك ديال الافلام القصيره وداكشي نتوما مبعدين على هادشي هذا نتوما خدامين غير بلي ريل يعني كتشد ريل كتحطو وصافي جينيرالمون كيفاش كيجيكم الكونتوني الاخر اللي كتبارطاجو نتوما كتشوفهم كتشوفوا شنو كاين كيفاش كيبان لكم النيفو ديال الافلام القصيره ديال الافلام القصيره وديال الكونتوني اون جينيرال في المغرب بحال الفيديوهات اللي كديروا نتوما تفضل اخويا اسامه تقدر دوي حيت وحات ليا كنهضر معاك صح هاد الهضره شنو نقول لك ما شنو نقول لك تكلم عاوني اصاحبي تكلم اش تكلم انا نبسط لك السؤال بطريقه اكثر دابا مثلا الدراري اللي كيديروا فيديوهات بحالكم مثلا كتعرفوهم كيبانوا لكم سوغ انستغرام كيطلع لكم فيديوهات كيفاش كيجيكم النيفو ديالهم بلا ما نبدو سميات بلا ما نبدو شي حاجه كاين اللي نيفو مزيان وكاين اللي نيفو كيديروها هكاك فهمتي كاين اللي بغى يحط كيبغي يحط كاين اللي بغى يحط
ما عندوش هدف ابغى يحطو صافي بغى يتزاحم حين دابا انا نشرح لك فهمتك دابا دابا اي ريل خاصك تحطو خاصك توصل فيه فكره فهمتي كيفاش كاين اللي دابا كيحط هكا ما فيه لا فكره لا والو كيبان يعني كنقول لك بحال باس فهمتي ولكن ليسونسيال خاصك تحط فيديو فيه فكره باش توصل الناس يفهموها هذا هو ليسونسيال ديال لي ريل فهمتي كيف كيضحك وفيه فكره زوينه فهمتي كيفاش حيت دابا نقدر نقولوا انه الناس يعني غادي نعطيك فرصه واحد شويه ثلاثه ثواني اربعه ثواني ما بان لي الفيديو مزوين صافي غادي يدوزو نقطه مهمه وغيدوزو صافي خاصك من الاول تشد خاصك اتيرو في ديك الربع ثواني صافي الا تشدوا لك راه كملوا الفيديو سكيبو صافي ما يشوفوش فهمتي كيف يعني ضروري خاصك تحط شي لعيبه في البدايه كتاشيري بيان سور يلا حيت ما قلت لكم شي مره انه مثلا تيكون شي فيديو خدمتو عليه وما تبارطاجاش بزاف كاينه كتخدم وكتحس بيه كتقول انه الفيديو هذا يعني عاجبني هذا الفيديو زوين ضربت عليه تماره ما تبارطاجاش حتى راك تضرب عليه تماره وكتقاتل عليه وكتحطه وكتقول علاش ما تبارطاجاش شنو السبب في نظرك يا وليد الفكره ما وصلتش مزيان هذا هو السبب يقدر يكون ولكن هذا كيخليكم انكم بحال قلت شي خطا تعلمتوا منه نتوما فوالا كتاخذ منه اكسبيريونس كتقول اجي علاش انايا درت هذه الفكره هكا وما وصلاش مزيان اجي نحطها نبين اكثر صافي كتحطها كيجيب الاخر تبقى خدامين عليها يلا الدراري تبارك الله عليكم نتمنوا لكم غير الخير ان شاء الله الله يحفظك نتوما يعني كما تقولوا يلا في البدايات ديالكم تبارك الله عندكم واحد البيبليك الناس دول تعرفوكم الحمد لله وسام لك كنا نهضروا على كنهضروا اليوم على الكونت ديالك يعني في ميم با واحد دو مو شهرين فيني تشار الكونت ديالك حتى في تيك توك جو بونس عندك الفان ديالك متبين الحمد لله الحمد لله شنو اللي خلاك دير فيف دغيا سبونتانيتي سبونتانيتي صافي السبونتانيتي ديالك كون ما كانش ما تشوفش هادشي شكون اول واحد بنتي مع اسامه اول واحد درتي معاه فيديو مثلا اول واحد اللي عاونك انك تشار صراحه في اللو بديت راسي بديت طالع 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 فاش دخلت مع ايوب زدنا بالنعوشاني يعني فهمتي داكو صافي كلونسينا شويه عوشاني راحنا غاديين عليها الحمد لله هذا انا ممكن نشوف ستوري ديالك نتو ايوب بزاف يعني زافيرمون كتشوف اليوم بزاف ضروري شحال الافيرمون يعني كنت فيه ما تلاقيناش كنشوف ديما تنقول ستوريات كنلقى عاوتاني كاين اسامه عاوتاني صافي فينا هو قلب عليه ما تلقاش ما تنتلاقوش